الانبعاثات اللي بتطلع من السيارات بتبقى بالهواء وبتصير كأنه عم نطبخها، وكل ما نطبخها كل ما تتحول لمواد تانية وتالتة ورابعة، منشان هيك بنصير نشوف هالغطاء البني. أكيد إنه السيارات هن مصدر أساسي للتلوث ببيروت، لأنه نحن ما عنا معامل، ما عنا يعني مركز صناعي كتير مهم. التلوث جاي من السيارات وجاي من مولدات الكهرباء اللي هن فيهم مواد سامة. أكيد لازم نجرب بحيالة طريقة إنه نخفف من هالانبعاثات. هلأ بالبلاد المتحضرة كيف بخففوا من الانبعاثات؟ بيجبروا السيارات إنه ما تنسى إذا ما بتتطابق مواصفاتها مع المواصفات اللي هن بحطوها لبلدهم. فيما يتعلق بكلفة زحمة السير في لبنان، هو أكيد أنه الكلفة المباشرة وغير المباشرة، إن على صعيد الكلفة الصحية أو البيئة أو الكلفة الاقتصادية فيما يتعلق بالحركة الاقتصادية، أو من ناحية حركة التسوق والتجارة، أو من ناحية إنتاجية العامل أو الموظف بالقطاع العام والقطاع الخاص، الكلفة عم تنحكى تقريبا مليارين دولار سنوياً. وهيدي أكيد أسبابها متعددة بالموضوع. أول سبب من أسباب زحمة السير في لبنان هو قصة إنه تردي أوضاع الطرقات في لبنان. إذا بننظر لأوضاع الطرقات في لبنان، بنعرف على إنه 35% من الطرقات هي بحالة سيئة، وفقط 15% بحالة جيدة. وثاني سبب بالموضوع هو بدون شك فيما يتعلق بزيادة أعداد السيارات سنوياً. عم بيزيدوا تقريبا اكثر من 15% سنويا، واليوم عم تحكي عدد السيارات في لبنان تقريبا 1,600,000 سياره، وهيدي 4 مليون نسمه، يعني لكل شخصين ونص تقريبا سياره بالموضوع. Thank you.